هاي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير يا رب، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اذا انتم جد بناتي ومو شايفينا من قبل هلا، انا اسمي هلاس، كرديه من سوريا، وبعمل فيديوهات على اليوتيوب هيك مثل ما شايفين هلا طبعا. فيا اذا لهلا ما بتعرفوني وهذا اول فيديو بتشوفوه لي، اعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناه لحتى تضلوا تشوفوا كل فيديوهات الجديده، لانه اول ما اوصل على 1000 مشترك في مسابقة كتير حلوة وإن شاء الله تعجبكم يا رب. فيا عملوا اشتراك لحتى نوصل لألف بأقرب وقت. هلا خليني ما أكتر حكي عليكم، اليوم بالفيديو في معي ضيفة. مين هالضيفة؟ أديام. أهلين، أنا اسمي أديام، جاية من إريتريا، واليوم حبعلم هلس اللغة حقتك. لغتها اسمها تيغرينيا. للي ما بيعرف وين اريتريا، جنب السودان واثيوبيا وهيك، يعني جنب الصومال وهيك. فيا اديم من هنيك. واديم كيف تعلمتي العربي؟ انا كنت عايشة بالسودان. كانت عايشة شاطرة بس. لا شاطرة بالعربي. انا واديم صراحة ما بنحكي عربي مع بعض بالعادة، بنحكي نرويجي، لانه عربيته ما بيشبهوا بعض، يعني مرات هيك الواحد ما بيفهم مع بعض، وهيك ما بعرف تعلمنا انه نحكي نرويجي مع بعض. حلما الكردي بالفيديو جاي ان شاء الله، ويا ان شاء الله تستمتعوا بمشاهدة الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك، ويلا خلينا نبلش بالفيديو. رح نقسمه لثلاث اقسام. القسم الاول هي بس رح تعلمني شغلات، مثلا شو اسمك وهيك شغلات بالاريتري اسمها تيغرينيا اللغه، رح تعلمني هيك. وثاني شغله هي رح تحاول تحكي شيء وانا رح احاول افهمه انه شو اللي عم تحكيه، وبعدها رح تعلمني شغلات صعبه. مثلا نحن خليني ما خربت هلا، عم بنقول ليره ورا ليره، ليره ورا ليره هيك كم مرات، وبعدين في خيط حريري على حيط خليل وهيك شغلات، هيك شغلات صعبه بتكون ورا بعض. فهي رح تعلمني اياهم مثل الامثال الشعبيه وهيك. شو الشيء حابه تعلميني اياه؟ انا شمي هلس. من شمي هلس؟ انا شمي هلس. ايه شاطره. فهي انتو كمان تتعلموا معنا. علميني شيء ثاني. انا عصر شو عطت المي. انا عمري 17. ايه اللي انا فهمت سبعتها او هيك شيء. حسيت. طب علميني من الاول. انا كاب سيريا. لا مو هيك. لا علميني، انا عمري 17 بدي احكيها. انا عسرت شواتة عمتي. انا عسرت شواتة عمتي. يلا قوليها. انا عسرت شواتة عمتي. ايه حاسه عم بحكي غلط والله. حاسه كل شيء عم بحكي غلط. يلا شاطرة. علميني شيء ثاني. شيء ما يكون سهل، أنا رح أحكي لك شيء ثاني ما يكون كثير سهل، مثلا أنا جاي على بالي أحكي إنه هالبلوزة كثير حلوة، كيف بدي أحكيها؟ بدي أعملها مرة تبطي. والله ما عاد أعرف أحكيها، كيف أحكيها ببطء؟ ما بدي إتيا ماليا ماليا مرة مرة تبطي. ها؟ تبطي. ما تزبط معي. تبطي إتيا ماليا تيا ماليا مرة تبطي. ايه تيا ماريا مرة تبطي. زفتت هي كمان. علميني شي شغلة ثانية. تعلميني مسبات ولا لا هاي بعد؟ لا. يلا هلا بنروح للقسم الثاني. القسم الثاني هو انه هي تحكي شي انا رح احاول افهمه. شي شغلة تكون صغيرة كمان، بس المهم انه يمكن اعرفها. انا مايدلة. ها؟ أنا؟ إيه؟ مايدلي. أنا ماني جوعانة. لا، أنا مايدلي. أنا مايدلي، أنا ماني عطشانة. أنا مايدلي. أنا بدي مي. إيه. مي عطشانكم. إيه. أنا لما عندي مرة دخيمة له. لا، هي ما فهمت، حاولي تعيدي من الأول. أنا؟ لما عندي مرة دخيمة له. أنا ما بدي إياك تكوني مارس. لا بدي ابني. انا لو ما عندي مرة دخيمة له. انا لو محلك ما برد علي. لا انا انا يعني انا فهمت. لو ما عندي مرة دخيمة له. انا لو محلك ما لا كثير صعب اقوله. شو عم تحكي؟ يلا بقول لك. لا رح احاول اخر مرة. انا لو ما عندي مرة دخيمة له. انا لو محلك ما بعمل اللي عملتيه. لا شو حكيتي؟ ما بعرف
من هيك توقعت هيك مال هالشبك. شو عم تحكي؟ انا ترت. انت تعبانه؟ انا تعبانه اليوم. هلا كل هالجمله بس انت تعبانه؟ ماسك قشيري يلا. حاطه ماسك؟ ماسك قشيري. حاطه ماسك؟ لا ماسك قشيري. ماسك قشيري. مالك تعبانه؟ ماسك قشيري. رايحة على الماسكر؟ ما بعرف عم احاول اشبها مع لا ماسك العسكري ما عم يزبط. معسل؟ لا 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 ما معسل. اوه لا لا ماسك خليقي. انت ماسك كهربائي؟ ما عم تزبط ما عم تشبه شيء. ايه رايك؟ لا شو عم تحكي؟ 200 حتروحي هلا ماسكري. 200 حتروحي هلا. ماسكري كيف لهجتين واكيد كثير بتضحكوا انا عم احكي هيك ما هيك؟ كله غلط بغلط بعرف والله بس كله غلط. لا 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 شو عم تحكي؟ 200 حتروحي هلا ماسكري. 200 حتروحي هلا. ماسكري كيف لهجتين واكيد كثير بتضحكوا انا عم احكي هيك ما هيك؟ كله غلط بغلط بعرف والله بس كله غلط. لا لا ان شاء الله. اخذ قسم واحلى قسم برايي لانه رح تعلمني شيء يكون صعب حكيه يعني فالله يستر. بعلمك قلت لك ما بعرف شو. ايه حكيت لي شيء ما بعرف قبل ما نبلش بالفيديو حكيت لي انه هلا بشرح لكم معناها ها. بس انه حكيت لي انه اذا ترجمتيها بالعربي حرفيا بتصير انه طلع يا صبوتك او هيك شيء انه مو معناته انه طلع يا صبوتك بس معناته انه لما شوفي جيبتك قد ايه معك مصاري وبعدين اشتري هيك. نحن بنحكي على قد بصادك مدرج ليك او هيك شيء في ما بعرف انا ما كثير يعني ما كثير شاطره بهيك امثال بس هيك في هيك شيء بيحكوا انه انه عقد مصاريك اصرف يعني ما تصرف اكثر من اللي عندك يعني. فشو كانت الجمله؟ شو حكيت لي هلا؟ قصري تشمغاراي. ايه قصري تشمغاراي. قصري تشمغاراي. قصري تشمغاراي. قصري تشمغاراي. قصري تشمغاراي. قصري تشمغاراي. خلص بعرف انه غلط بس الحمد لله خلصت. لا جد كلياتهم غلط يا شو خجلانة انا هلا من هالوضع حاسه حالي مثل اول يوم لما الواحد بيجي على اوروبا ما بيكون عارفان اللغه وهيك اصعب شعور بالدنيا والله. حفكره اللي ما بيعرفوا انا وادي من زمان صرنا رفقات يعني مو زمان زمان بس اول ما جيت انا على هالمدينه اول وحده تعرفت عليها هي كانت اديا. كنا عايشين البيت على البيت وهيك كنا ندرس مع بعض يعني فينا نحكي رفقات طفوله صرنا 3 سنين بهالمدينه وهيك يعني كنا كثير كثير نروح هل كمان نروح نجي عند بعض وهيك شايفين انتوا بالفلوجات. اذا الان حتروحي اصلا؟ انا رايحه بعد شي 15 يوم رح ننتقل رح صير بعيده عنك 18 ساعة. يلا ما بعرف حب اجي هنا. عم احكي لك هم دايما فتحين انت كمان بتكوني صرتي عندي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا علميني ثاني جمله. انا مره ما فواكيه. لا هي صعبه احكي لها. انا مره كنف غكية. شو؟ أنا مرة أنا هي فهمت كنف غكية. كنف غكية. أنا مرة لا أنا مرة كنف غكية. أنا مرة كنف غكية. إيه حاسة حالي عم بحكي فرنسي. أنا مرة كنف غكية. أنا كنف غكية. كنف غكية. غكية. لا بس وفي وفي شو اللي عم يلا يلا اوكي لا يمكن مسبة لا 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 مسبة اوكي شو انا حاب اكون شو صابنا انا رح اشتاق لك ايه ايه رح تشتاق لي اوكي اوكي انا مرة كنف غكية يا انا حاسة عم بحكي خليجي او عراقي هيك انا هن بيحكوا هيك انا مرة كنف غكية انا مرة كنف غكية انا مرة كنف غكية انا مرة كنف غكية يا الله هالكلمة صرت قادم تحاول في انه تعلمها فيني من اول ما اجت وانا بس ما تقدريها هيك ما عم اقدر هيك عم يطالعوا حرف من هون قادم احكيها بصوت عالي مشان يعرفوا كتشا مو اعها في هيك مثل حرف ايه في حرف كتشا اقو جو اع ما بعرف كلياتكم ايه هيك عم يطلع الحرف من هون كثير صعب عم احاول اسمع بس يلا يلا قجع لا قجع 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 عم احكي لك ما عم يزبط في حرف عم يطلع من هون على فكره قديم اللي بيحكوا دانسك يعني دنمارك اللي بيحكوا هيك ما عم فهمك في حرف عم يطلع من الحجر عندهم
صعبة والله صعبة. معناها كان هيك كليتشة ما هيك؟ هيك بسكوت كليتشة هيك قطعة. والله جد انت عم تحكي قطعة 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 قطعة. انت قاعدة تقولي قطعة انت قطعة قولي لها حرف حرف ق ما بعرف في حرف ما عم تحكي لي عم تقولي ق تا بس لما عم حكي بتقولي لا غلط جبناهي ايه انا بعرف على فكره ورجيتكم اياها بالفلوج الماضي بالكردي ايه هاي اللي الواحد بيعمل فيها القهوه بابا كوريكوت بابا كوريكوت ذكرها هاي كمان من عادة القهوه على فكره اذا متابعين الفلوج الكردي اللي نزلته قبل هذا الفيديو روحوا شوفوها ايه روحوا شوفوه رح تشوفوا مع انه بالكردي ما بتفهموا كمان بس لما رحت على بيتها ورجيتكم القهوه كيف بيعملوها باريتيريا وهيك يعني وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو عن جد كتير كتير استمتعت فيه قديم استمتعتي كتير كان كتير كتير حلو وحسيت حالي تعلمت شوي يعني انه كم كلمه كنت شاطره معلمه ايه كنت معلمه شاطره برافو انا ما بظن كنت طالبه شاطره بس ايه لا كنت تسلمي المهم هلا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتشكركم على متابعه الفيديو وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وما تنسوا تعملوا لايك وإن شاء الله نلتقي عن قريب فيديو جديد ما تنسوا تتابعوا الجزء الثاني من هالفيديو باي باي باي